ومن مفاتيح المدد الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أصاب الشام في زمن الصحابي أنس بن مالك أصابها قحط وماتت الزروع. فجاء أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند مزرعته فإذا بها ميتة، فوقف عند بابها وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو يدور عليها كذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، حتى انتهى إلى النقطة التي ابتدأ منها. فأرسل الله سحابة مفصلة تفصيل بحجم مزرعة أنس بن مالك وأمطرت عليه ماءها وسقت زرعه ثم انصرفت، وما سقت إلا مزرعة أنس ثم انصرفت، وعادت مزرعة أنس خضراء بالاستغفار. بالاستغفار تشرح الصدور. هذا الكلام ما نظريات، ما فلسفة، هذا كلام الله. فقلت استغفروا ربكم، إيش يقول الله؟ إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه